السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة قالما لنقف على المشروع نتاع المقر الجديد، المقر الجهوي الجديد اللي قمع الغش ومراقبة النوعية نتاع في ميدان يعني المواد الغذائية خاصة والأدوية وكل المواد اللي يتم إنتاجها في الجزائر أو اللي يتم استيرادها من الخارج. فهذا مركز جديد لمراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش في المواد الغذائية تحت وصاية وزارة التجارة، وهذا دليل على أنه فيه نية من الدولة لمراقبة يعني الإنتاج، وهذا أمر مهم جدا واستراتيجي ويدخل في إطار يعني الأمن الغذائي. باش يكون أمن غذائي لازم تكون رقابة صارمة واحترام للمقاييس المتعامل بها في هذه الميادين. وخليكم تابعوا نتعرفوا على هذا المقر الجديد في مدينة قالما اللي تابع لوزارة التجارة والمختص في مراقبة الجودة وقمع الغش والمطابقة مع المعايير المعمول بها إذن وطنيا ودوليا. أترككم تتابعون والسلام عليكم.